الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالصحة والعافية. لازلنا في موضوعنا، موضوع الرهن. حقيقة احنا تكلمنا عن يعني تعريفه، شروطه، أركانه، إلى أن وصلنا إلى أحكام تتعلق بالراهن وبالمرتهن. يعني حقيقة توقفنا يعني تقريبا عند ما يتعلق بالمرتهن، يعني سواء أذن له الراهن أو لم يأذن، وفي قضية بيع العين المرهونة، وإن كان بإذن منه أو لم يكن بإذن منه، وهل له حق في الانتفاع أو لا يحق له في الانتفاع. هذه وصلنا لها تقريبا، شرحناها يعني في المحاضرة السابقة، وراح أحاول إن شاء الله موضوع الرهن نعيده يعني إن شاء الله تعالى، نسوي له إعادة تلخيص. يلا نروح ننتقل على الوكالة أو على الكفالة. بالنسبة إلى يعني ما يتعلق بالانتفاع، هل يجوز مثلا للراهن بيع العين أو هبتها؟ الراهن اللي هو صاحب الملك، يعني لو اتفق الفقهاء على أن تصرف الراهن قبل التسليم صحيح، تصرف صحيح عند الجميع، يعني عند جميع الفقهاء هو صحيح. لماذا؟ لأنه هو يملكها، صاحبها الراهن العين إله يعني، والمرتهن هو صاحب الوثيقة اللي هو راح ياخذ هاي العين. فإذا يعني له الحق أن يبيعها قبل إيش؟ قبل التسليم، له الحق في التصرف. وإذا باع الراهن العين أو تصرف بها بعد تسليمها يعني للمرتهن بدون إذنه، يعني هنا راح يصير شنو الخلاف. قلنا أنه ذهب الشافعي والحنابلة وبعض الإمامية أن البيع شبيه باطل ويبقى عقد الراهن صحيح، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار إلى آخره. وذهب أيضا الحنفية وبعض الإمامية إلى أن التصرف صحيح موقوف على إجازة المرتهن، يعني هذا عقد الرهن، هذا التصرف اللي هو تصرف فيه يعني نقله من الرهن إلى البيع هو تصرف صحيح لكن موقوف على إجازة وليه، هذا المقصود. وبالنسبة إلى الإمام أبو يوسف رحمه الله ذهب إلى صحة البيع الراهن ويبطل عقد الراهن، يعني نعم خالف شيخه وإمامه أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة. المسائل الأخرى، دقيقة واحدة بس المسائل الأخرى اللي هي راح تتعلق بها أيضا جهة الانتفاع وعدم جهة الانتفاع، هناك يعني من أخذها على أن الانتفاع إذا كان من حق الراهن، يقول لك لا، الأصل هو فقط أن تكون محبوسة، وإذا كانت لا من جهة المرتهن فهو أيضا لا يحق له، لأنه راح يصير بها ربا، يدخلوها على قضية إيش يعني. إذا كانت هي من جهة بيع فيحق للمرتهن يعني اللي قاسوها على أنها بيع يعني أجازوا له الانتفاع، وإذا قاسوها على أنه قرض على القرض يعني لم يجوزوا له قضية الانتفاع، لقول النبي يعني قول هو ليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تواتر عن الصحابة الكرام والسلف الصالح، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذه قاعدة يعني. أي نعم. إذا إحنا هذه تقريبا يعني شرحناها يمكن بالمحاضرة السابقة، لكن نعيدها يعني إعادة بسيطة. بيع الراهن العين بإذن المرتهن، إذا باع بعد أجل الوفاء فالبيع صحيح، إذا باع قبل حلول الأجل بعد حلول الأجل، يعني هذه كلها إحنا شرحناها. نجي على قضية الانتفاع اللي هسه قبل قليل، وأنا يعني تكلمت عليها يعني قلت الانتفاع إما أن يكون بعوض وإما أن يكون من دون عوض.
إما أن يكون بعوض أو من غير عوض. ذهب المالكية والحنابلة في الصحيح، والحنفية في قول، والشافعية في قول، والإمامية إلى عدم الجواز. ما هو دليلهم في هذه المسألة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ظلمه وعليه غرمه. يقول هو أولا عقد تبرع وإرفاق فلا يجوز فيه العوض، والثاني أن منافع الرهن للراهن فلا تباح لغيره. المال الرهن تكون للراهن الأصل، يعني أبو الملك، يعني من يملك العين؟ الراهن، لا يملكها المرتهن، فلذلك لم يجوز له الانتفاع للمرتهن، وإنما تكون للراهن فقط. وانتفاع المرتهن بالعين هو تصرف في غير يعني محله. وذهب الشافعية وقول للحنفية إلى جواز الانتفاع مطلقا، يعني لم يقيدوا هذا الحكم أو التكليف الفقهي بشروط، وإنما ذهبوا على أن جواز الانتفاع بالإطلاق مطلقا. ما هو دليلهم؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا وردها رباعية. شنو استقرض بكرا وردها رباعية؟ يعني نوع من الإبل، بكر داخلة بالسنة سنتين وردها رباعية، يعني عمرها 4 سنين أكبر. فقالوا إذن يعني لا بأس أن ينتفع منها. والنبي عليه الصلاة والسلام استقرض، هذا من جهة القرض، يعني حتى أنهم يجوزوا أن المستقرض إذا أراد أن يكافئ المقرض بشيء من المال، فهذه يعني يجوزوها البعض حقيقة على هذا الحديث، كأنه جعالة يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني خياركم أحسنكم قضاء، خياركم أحسنكم قضاء. فكان يعني يمدح النبي عليه الصلاة والسلام من رد القرض، وكان يعني مقابل هذا الرد أنه مكافأة، تشكر هذا الإنسان على ما يعني أحسن به إليك، و يعني خلي نفس عنك كربتك، فبالتالي أردت أن تشكره بهذه الطريقة. الثاني أن الراهن لما أذن له فإنما أذن في خالص ملكه، وهي منافع العين. إذن هذا يعني دليل الشافعية وقول للحنفية إلى هذا الجواز. نروح نشوف المذهب الثالث. نرى أنهم ذهبوا، أي الحنابلة وبعض الشافعية والمالكية، إلى التفصيل. قولهم، دليلهم: إن كان سببه البيع فجاز الانتفاع للمرتهن، إن كان سببه الدين أو القرض لا يصح، لأنه سيجر نفعا وهو ربا. طلاب الله يرضى عليكم، ترى راح أسألكم يعني بعد شوية، فانتبهوا يعني هذه المسألة بالذات واللي بعدها يعني راح أسألكم عليها، يعني دونوا ما سأقوله لكم، لخصوا المحاضرة، سنلخصها في نهاية المحاضرة، وسنضع لها أسئلة حتى تكون في المحاضرة القادمة بإذن الله. الأسئلة يجاب عنها عن طريقي إن شاء الله. يعني الآن هسه أعيدها: انتفاع المرتهن، هذه هي أصل المسألة، بالعين المرهونة. المرتهن من هو؟ صاحب الوثيقة اللي دفع المال للراهن لأجل أن ينتفع الراهن من هذا المال، ويتوثق المرتهن من الراهن أنه سيقوم بالسداد والوفاء له بهذه العين. هل له الحق بأن ينتفع بها؟ طبعا يقول لك إما أن يكون هذا الانتفاع بعوض أو من غير عوض، يعني طالبة بعوض ضمانية. فذهب الشافعية، قلنا المذهب الأول مالكية والحنابلة صحيح، والحنفية في قول، الشافعية في قول، والإمامية لعدم الجواز، وأدلتهم أنه لا يغلق الرهن، دليلهم من صاحبه الذي رهنه له غنم عليه غرم، وهذا قاعدة قلنا عليها وشرحناها، يعني له غنمه عليه غرمه، يعني يغنم منها
ويغرم ما تعدى به عليه، يعني فإن كان تعديا يوجب الضمان فالضمان فيه، وإن كان من غير تقصير، طبعا التعدي يعني بتقصير يوجب الضمان، وإن كان تعدي من غير تقصير فإنه لا يوجب الضمان. وأن منافع الراهن للراهن فلا تباح لغيره، وانتفاع المرتهن بالعين هو يعتبر يعني خروج عن أصل العقد. بالنسبة للشافعية وقول للحنفية إلى جواز الانتفاع مطلقا، دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا وردها رباعية لمن قاسها على أنه جهة القرض، الذي يعني كافأ النبي صلى الله عليه وسلم من أقرضه بكرا وردها رباعية من بيت المال. ثانيا، الراهن لما أذن له فإنما أذن له في خالص ملكه، وهي منافع العين يعني كلها، ولما أذن له لأنه بإذنه فإذا هي في كلها، ليس فقط في ما يخص بالعين اللي هي الوثيقة. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية والمالكية إلى تفصيل المذهب الثالث، دليلهم إن كان سببه البيع فجاز الانتفاع، هنا فصلوا يعني المرتهن، وإن كان سببه الدين أو القرض لا يصح، لأنه سيجر نفعا وهو ربا كما قال. نروح على اللي بعدها، المسألة اللي بعدها حقيقة. هنا انتفاع المرتهن بإذن الراهن، ونجي على مسألة إن كان الانتفاع عوضا يوفقه المرتهن على العين قام بالجواز. يعني هسه هاي دابة وهو قاعد يسقيها ويجيب لها يعني مثلا يعني بعد السقيا طعام اللي هو مخصص للدواب أجلكم الله، فهذه كلها يحتاج إلى إنه إيش نفقات، نفقاتها على من تكون؟ هل على المرتهن أم على الراهن؟ الأصل إنه عند الفقهاء على الراهن يعني حقيقة، ليس على المرتهن. وش مستفاد من عدها يعني؟ يعني فوق ما أنه هو الرجل يعني تكلف بأن يضع ماله في يد هذا الرجل، ويعني يحسن له يحسن عليه، ويعني يوسع له في هذه القضية. ثم بعد ذلك أيضا يعني تأتي هذه العين ويبدأ بالسقيا والطعام المخصص كما قلنا للدواب، وينفق عليها ليل بنهار وحراسة ومدري إيش، يعني الأمور هذه كلها نقول العوض عليه من؟ عليه هو. لا طبعا، العوض وين راح يكون؟ يكون على الراهن، يعني هي دابته، الأصل أنها دابته وأنها تعود، يعني بالتالي ترجع العين إلى، يعني في حال السداد، يعني في حال سداد الدين هي راح ترجع إلى. فلذلك يعني يقول لك الفقهاء إذا يجب أن تكون أن يكون العوض على الراهن لا على المرتهن. هذا يعني فيما يتعلق بانتفاع المرتهن من العين. إذا إذا كانت حقيقة شنو عوضا يوفقه المرتهن، فهذا خلوها في بالكم يعني. وبالنسبة إلى إذا كان يعني ما راح نشوف، إذا كان هناك محاباة فالانتفاع لا يصح لأنه ربا. يعني شنو قضية محاباة؟ يعني أن هناك يعني بين الطرفين يكون هناك يعني خلينا نقول أمر مشروط، أي محاباة تحت الغطاء في نياتهم أن يكون هذا قرض وفي ما عوض وفي كذا. يعني الأصل هو مو الراهن، الأصل فيه الربا، فإن كان من هذه الجهة فالانتفاع لا يصح لأنه ربا. وبالنسبة إلى انتفاع المرتهن من دون إذن الراهن، هو لا يخلو أن تكون العين مركوبا أو محلوبا أو تكون غير ذلك قدار. مثلا يرى الأكثرون المنع في الأول مطلقا، وقال بعضهم بالجواز مقابل ما أنفقه المرتهن على العين كما هو الحال مع الثاني. يعني هذه القضية خلوها ببالكم، يعني أنه مسألة العوض الذي يعني ينفقه
المرتهن على العين المرهونة لا شك حقيقة، يعني من دون ما إذا كان ينتفع منها، ينتفع من العين يعني المرتهن، فالعوض مرفوض، وإذا كان غير يعني منتفع منها فالعوض مطلوب. إذا بهالطريقة هذه يعني، لأن الإسلام يعني حدد هذه القضية يعني بقاعدة فقهية: لا ضرر ولا ضرار. أكيد لا شك يعني يدخل بهذه القاعدة أنه المرتهن إن أنفق من خالص ماله على هذه الدابة، إذا شرطه أن يعود العوض عليه، يعني يعود بالعوض من الراهن على المرتهن أنه يعطيه فلوس يعوض عما يعني خسارة الإنفاق من دون انتفاع. لكن إذا كان هناك انتفاع، هو هنا راح يصير شنو الخلاف. إذا كان هناك انتفاع للمرتهن من العين وهو ده ينفق عليها، إذا هو ده ينتفع من عندها بعدين شو يقول للراهن: والله تعال انطيني عوض عنها. إذا أنت ما انتفعت لا، هذا شنو هو النفع؟ فإذا هنا صار الخلاف بين الفقهاء حول هذه المسألة يعني. بالنسبة إلى ما يتعلق يعني تجي وراها أعتقد الزوائد الآن، إيه تمام، زوائد العين المرهونة، حتى نبلش نرجع من البداية على الرهن حتى نلخص، لكن هذه المحاضرة أظن يعني تلخصوها إن شاء الله، وبعدين نلخص البقية كلها. وأيضا في الزمان ألخص لكم إياها إن شاء الله، أبعثها لكم إن شاء الله على الجروب في الواتساب. زوائد العين المرهونة شو يقصد بها يعني؟ ما المقصود بالزوائد؟ يقصد بها ما يتولد منها من النماء بيد المرتهن. ولا خلاف في أن الزوائد المتصلة بالرهن كالطول والسمن تكون تابعة للرهن، يعني السمنة كالسمن، السمنة يعني سمن الحيوان أجلكم الله، نما النبات زاد مدري إيش، كل هذه الأمور تكون تابعة للرهن لأنها متصلة به. الخلاف حول المنفصلة كالثمر واللبن والصوف، خلوا ببالكم. إذا الخلاف وين راح يكون؟ فقط في ثلاثة أمور، أو مو في ثلاثة، لكن المنفصلة اللي هي نسميها إحنا عرضية، يعني ليست جوهرية ذاتية، التي تكون تتبع الجسم، يعني يد عين مدري إيش قدم، هذه كلها راح تكون شنو داخلة في متصلة بالرأي، لكن ما خرج منها منفصلة عنها، منفصلة عنه كالثمر واللبن والصوف والجلد وإلى آخره، هذه كلها منفصلة سميها. الخلاف ما كان على الأولى وإنما كان على الثانية. نجي على نأتي إلى الأول من الأقوال، أن الزيادة المتولدة من الأصل كاللبن وما في حكمه فهي داخلة في الرهن، والزيادة الغير المتولدة من الأصل فلا تدخل في الرهن. يعني كأنه جعلوا المتبوع تابع، التابع والمتبوع، فهذا يدخل فيه لأنه تابع له، تابع له. الفرع تابع إلما للأصل، فردوا الفرع على الأصل، فقالوا إذن يدخل في حكمه. يعني شو يدخل في حكمه؟ يعني يرجع معاه، وإذا ما رجع معاه يكون تعويض، يعني يعوضه الشخص، لأنه يعني راح تصير زيادة في القضية. زيادة وين؟ لما يرجع له المال يسدد الزين، وهذا اللي هو لبن والمدري إيش من الأمور، والصوف الذي انتفع منه المرتهن وغير هالأمور. أقول لك هذه كلها مع الأصل تكون بها تعويض. يعني الثاني ما يشبه الأصل يدخل في الرهن، وما لا يشبه الأصل لا يدخل فيه، مثل صوف الغنم وجنين الحيوان وقت العقد،
ولا يدخل الثمر. والفرق أن الثمر يترك لينضج. إذا شوف أنه في القول الثاني، يعني تحديدا ما له شبه بالأصل اللي هو الغنم، صوف الغنم، وما ليس له شبه بالأصل لا يدخل، اللي هو الثمر، لأن الثمر يترك لينضج، على عكس الصوف، الصوف يؤخذ لا شق، يعني يزال وينتفع منه، ولا يؤثر على الأصل، يعني على أصل الحيوان. القول الثالث، دخول الزوائد والنماء مطلقا في الرهن وتكون كالأصل. خلاص، يعني إذا حكم على الكل أنها داخلة في أصل العقد، لا تخرج منه، تعود معه، يعني وتذهب حيثما ذهب. والرابع، القول الرابع، عدم دخول الزوائد مطلقا، لدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن. الذين لا يجوزون هذه القضية، يقول لك الزوائد ما تدخل في هذه المسألة، حكمها يعني يختلف عن حكم الأصل. إيه نعم، هذه تقريبا جملة يعني ما قيل في الزوائد بشكل مختصر يعني. فمثل يعني الأول، الزيادة المتصلة من الأصل كاللبن وما في حكمه، واللي هي غير متولدة من الأصل فلا تدخل فيه، هذا ذكرناها، ما يشبه الأصل يعني وما لا يشبهه، وذكرنا يعني أخذ صوف الحيوان، الغنم، والجنين وقت العقد، جنين الحيوان يعني، وفسيل النخل أيضا، لا تدخل الغلة الناشئة كالثمر، الناشئة كالثمر، لأنه ما شنو الغلة تترك لتزداد طيبا، أما الصوف مثلا فيكون السكوت عنه يعني إذن بتركه مع الرهن. ودخول الزوائد يعني هذا القول الثالث مطلقا بالرهن يكون كالأصل، إيه؟ لأن يقول لك لأن الرهن حكم ثبت في العين، لأن الرهن حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع. والرابع، عدم دخولها مطلقا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، فهو يفيد أن الملكية علما للراهن، فكذلك المنافع، وقياسا على الإجارة حيث الزوائد فيها للمالك. تبقى عندنا موضوع، يعني هو احنا أوشكنا على النهاية، يعني حقيقة موضوع الرهن، نفقات العين المرهونة وهي تحت يد المرتهن، على من تكون؟ احنا ذكرناها في المحاضرات السابقة، وأعيدها وأكررها، إنه الآن مثلا يقول لك الجمهور: إنما تكون النفقات على الراهن، وإن أنفق المرتهن على عين فإنه يعود على الراهن ولو قضاء. قضاء يعني حتى لو ما يعود عليها بالمروءة، فهو يعني يقدم طلب إلى القاضي، والقاضي هو يعني سيحكم في المسألة ولو ردها من بيت المال. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الرهن من راهنه له ظلمه وعليه غرمه، وعليه غرمه وليس غرضه، عليه غرمه. وأيضا شوف هنا أنه الحنفية خالفوا الجمهور، يرون أن النفقات بقاء العين تكون على الراهن، أما نفقات يعني خالفوا في المسألة، نفقات الحفظ يكون على المرتهن لأنها تحت يده، يعني فصلوا في المسألة. الجمهور لا، الكل حفظ ولا غير حفظ هي على الراهن. وهنا قالوا لا، إذا كانت بقاء العين تكون على الراهن، أما إذا كانت حفظ هذه مسألة تخص المرتهن، ما لها علاقة الراهن، يعني هو يريد يحفظها بمكان معين، يوديها كذا، جاب لها فلان شيء، فإذا هذا الشيء يخصه ما يخص الراهن.
أما في حال هلاك العين المرهونة، هذه مسألة ثالثة، هلاك العين المرهونة إما أن تكون بتعدي أو تكون بغير تعدي، فإذا كانت بتعدي وتقصير فاتحملها الضمان، إذا كانت من غير تعدي ولا تقصير أيضا فيها مسألة خلاف، الأول متفق عليه، الثاني فيه خلاف، إذا حصل بسبب تعدي وتفريط فإنه يضمن العين المرهونة فيكون حاله من الأمانة إلى الضمان لأن المرتهن أمين. خلاص هذا قولا واحدا. إذا كان الدين حالا فإن المرتهن يستوفي من القيمة دينه، فإن كانت القيمة أكثر رد الزيادة إلى الراهن، وإن كان أقل رجع عليه بالباقي. يضمن المثل إن كان من المثليات، وإلا فإنه يضمن القيمة ويحل البدل محل العين رهينة، وهذا لم يكن إذا لم يكن الدين حالا. يعني المثليات يعني ما له مثيل، يعني إذا ما في مثيل إليه يروح من على القيميات اللي هو قيمة الشيء. هلاك العين بدون تعدي هو هذا اللي نقول عليه، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول لا ضمان على المرتهن لأنه أمين، والأمين لا يضمن بالتعدي، وهو قول الشافعية والحنابلة والإمامية في المشهور. الثاني أن المرتهن ضامن للعين مع خلاف في الضمان، هل تكون بجميع الدين أم بالأقل من قيمته وقيمة الدين، أو يترادان، وهو رأي شريح القاضي وقتادة والزهري. وبالنسبة إلى الثالث، إذا كانت العين مما يغيب يعني تغيب ما تنشاف، فإن المرتهن ضامن، يعني الذهب على سبيل المثال كقطعة حلي مثلا، لأن الهلاك خفي فيها. وإن كانت مما لا يغيب يعني لا يغيب كالحيوان والدور يعني الدار، فإن المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي، وهذا مذهب المالكية. وأخيرا انتهاء الرهن، عقد الرهن يقول أنه إيش، بوفاء الراهن أو بإبراء المرتهن أو بهبة الدين، يعني إبراءه بهبة الدين أو التفاسخ، وهذا يعني تقريبا جل موضوع الرهن. أريد يعني أسوي إعادة إن شاء الله للموضوع بشكل مختصر، نعيد يعني نلخص الموضوع مالتنا، وهو احنا اخذنا نفقات زوائد انتفاع، نجي على طبعا احنا قبلها اخذنا شنو هو الراهن. خلي حتى نلخص هذا الموضوع من البداية. وهي أحكام تتعلق بالرهن. أريد منكم يعني الآن إذا مزحمة عليكم الانتباه للتلخيص. واحد، سؤال أول سجلوا يمكم، إذا تم عقد الرهن مستقبلا لشروطه، فما هي الآثار المترتبة عليه؟ دكتور السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، هل الأسئلة موجودة بالملزمة لو يعني من عند، حاليا أنا قصدي حاليا اريد اشوفكم يعني من الملزمة اتركها هسه، انا اريد اختبركم طلاب، تمام دكتور، تمام اريد اشوف يعني مدى قراءتكم للموضوع، اطلاعكم عليه، ولا هي الملزمة ان شاء الله موجود بها. زين، اذا كان عقد الرهن مستكملا لشروطه صحيحا، فما هي الاثار المترتبة عليه؟ لان احنا عندنا كما تعلمون ان عقد او الحكم الشرعي يترتب على كل قول في تكييفه للمسألة فقهيا اثرا مترتبا على هذا التكييف. هذا رقم واحد. رقم اثنين، سؤال يعني الثاني، متى يكون عقد الرهن لازما؟ متى يكون عقد الرهن لازما؟ السؤال الثالث، كيف يتم القبض بالرهن؟ كيف يتم القبض بالرهن؟ زين، السؤال الرابع، هل للمرتهن الحق، هل للمرتهن الحق في استدامة القبض؟ هل للمرتهن الحق في استدامة القبض؟ يعني المرتهن لما قبض العين وكانت تحت يده، هل له الحق في استدامة هذا القبض ولا يجوز إخراجها من تحت يده أم لا يشترط ذلك؟ هذا تكلمنا عليها ترى. هل أيضا سؤال سجلوه، هل يصح للمرتهن أن يوكل عنه شخصا في قبض العين المرهونة أم لا؟ هل يصح للمرتهن أن يوكل عنه؟ دكتور، بس السؤال تقدرنا ضعيف، بس عيد السؤال إذا ما صار زحمة. هل يصح للمرتهن أن يوكل دكتور هل يصح للمرتهن أن يوكل شخصا في قبض العين المرهونة؟ نعم، السؤال اللي بعده، وهو ما يخص الانتفاع، عفوا دكتور، بس اعتقد انه ضعيف. لا ضعيف يمكن بس شباب. السؤال الاخير. نعم
صح دكتور. هلا صح النت ضعيف دكتور. لا زين يعني قصدي عفوا تسمعون صوتي لو لا؟ واضح دكتور الصوت واضح معك المجيد يمك واضح الصوت مشكله. يلا عيد السؤال مشكله. احنا قلنا اخر سؤال، هل يصح للمرتهن ان يوكل شخصا في قبض العين المرهونه؟ نعم دكتور يصح. ام لا؟ احنا جربنا هاي الاسئله وياكم، واحد كاتب يصح واحد كاتب لا يصح، مو هيك هي القضيه. لا الجواب عنها راح يكون بشيء من الاختصار لكن علمي يعني دليل في القضيه هذه. هو يصح يصح دكتور. انت كاتب السؤال يعني مجرد بس تعرف يصح او لا، فاحنا على مود هذا النمط كتبنا ولا احنا لو رايد اختصارات؟ لا, لا 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 هذا مو سؤال بالمنطق ولا سؤال بالصح وخطا، هذا فقه. هل يصح يعني كلمة يصح تكليف فقهي هذا يعني تحتاج إلى إلى نعم. يعني فقه على خلاف ما موجود بقية المواد الأخرى عموما. دكتور إحنا هسه بس نكتب الأسئلة لو نكتب ونجاوب هسه راح نبدأ إن شاء الله الجواب الأسئلة نسأل عاد السؤال. عفوا دكتور بس على الأسئلة دكتور شو آخر سؤال اللي قلته ما سمعته؟ أعتقد أنه ضعيف عندي. يقول الصوت مالتك مدى يصل إلى صوت صحيح؟ هل يصح يا مجيد؟ يعني. هل يصح؟ اسمعي دكتور؟ تسمعني هسه حاليا؟ تسمعني؟ ألو تسمعني مجيد؟ تسمع؟ دكتور النتيم مجيد ضعيف جدا. ضعيف، إذا خلي نتركه. أخذ السؤال اللي بعده حتى ما نتأخر. هل يجوز انتفاع الراهن بالعين المرهونة؟ دكتور بس هذا السؤال إذا ما صدق. هل يجوز انتفاع الراهن بالعين المرهونة؟ هل يجوز انتفاع الراهن بالعين المرهونة؟ يعني راح نشير الشاشة شوية حتى تبع علينا. راح هنا هو راح افتح لكم بس اذكركم بها. لا شوفوا المسائل هاي كلها احنا شرحناها. هل يجوز هاي انتفاع بالعين المرهونة من قبل الراهن؟ واضح؟ سجلوا هذا السؤال هسه هو امامكم على الشاشة. هل يجوز الانتفاع بالعين المرهونة من قبل الراهن؟ هل يجوز للراهن بيع العين أو هبتها؟ أو مثلا السؤال يجيك على غير هذا، يقول لك إذا تصرف الراهن في العين في بيعها في العين ببيعها أو هبتها مثلا فهل تصرفه صحيح؟ يعني صيغة السؤال يعني ممكن واحد يغيره. دكتور يعني الجواب نفسه بس شو اسمه تختلف السؤال. نعم. ايه دكتور الصيغة. ومنهم أيضا تأتي اختيارات فانتبهوا يعني ترى الامتحانات يعني تجي اختيار مثلا اختر الإجابة الصحيحة. مثلا أجيب لك باع الراهن العين أو تصرف بها بعد المرتهن بدون إذنه مثلا بالجواز مثلا مطلقا أو بالتصرف أنه صحيح موقوف على إجازة المرتهن. منو هذا قال؟ حنفية بعض الإمامية يعني مثلا يجيك. أو أنه باطل البيع ويبقى عقد الرهن صحيح، منو قال به؟ وهكذا يعني لا شيء ممكن واحد يغير بيها. عموما السؤال، إذا باع الراهن العين بإذن المرتهن فما حكم المسألة؟ هنا يعني هذا السؤال، إذا باع الراهن
العين بإذن المرتهن، فما حكم المسألة؟ دكتور شلون مشكلة بها آراء كثيرة يعني؟ لا لا صراحة، وإحنا إن شاء الله هذا بس التوضيح، يعني مجرد إنه شوف إنه طلبتنا معانا. يعني أيضا السؤال اللي بعده، انتفاع المرتهن بالعين المرهونة انتفاع المرتهن بالعين المرهونة هل يصح انتفاع المرتهن بالعين المرهونة بعوض مثلا؟ ضيف لها. وبالسؤال اللي بعده، اقتل من غير عوض. وانتفاع المرتهن بإذن الراهن، خلينا نقف هنا إن شاء الله حتى نعوف الزواج على المحاضرة اللي بعدها، ماشي؟ بس أريد أحدد أسئلة للزوائد تجيبون عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ماشي؟ إن شاء الله دكتور. خلوا أسئلة الزوائد العين المرهونة، إحنا قلنا إما تكون متصلة وتكون غير متصلة، يعني منفصلة، واضح دكتور؟ يعني قصدك احنا نسوي اسئله، فش اقول مثلا؟ يعني اقول هل الزوائد العين المرهونه، او عفوا، ما هو حكم زوائد العين المرهونه؟ ما هو حكم زوائد العين المرهونه؟ سياتي التفصيل من قبلكم، هذا تخلوه على المحاضره القادمه. دكتور إن شاء الله دكتور. زين، السؤال، حكم نفقات العين المرهونة دكتور، يعني مثلا نكتب الحكم عند الجمهور كذا؟ نعم، هو سؤال وراح يجاوب عنه الطلاب، يعني أنت راح تجاوبون عنه المحاضرة القادمة إن شاء الله، يعني إعادة للموضوع حتى يترسخ بالذهن إن شاء الله. زين، ما هو حكم هلاك العين المرهونة بيد المرتهن؟ ما هو حكم هلاك العين المرهونة بيد المرتهن؟ ما هو حكم هلاك العين المرهونة بيد المرتهن؟ هناك قلنا بتعدي. زين، هلاك العين المرهونة من دون تعدي، ما هي أقوال الفقهاء في هلاك العين من دون تعدي؟ ما هي أقوال الفقهاء في هلاك العين المرهونة من دون تعدي؟ بما ينتهي الرهن، أو متى ينتهي الرهن؟ خلاص، هذا يعني موضوعنا، يعني حتى إن شاء الله نروح على الكفالة بإذن الله عز وجل. دكتور هواية صعب؟ لا، هذا راح نقسمها، احنا قلنا هاي على المحاضرة القادمة، يعني الزوائد خلي على المحاضرة. هسه نرجع وين؟ نرجع على اللزوم، هنا نجي على اللزوم، ماشي شباب؟ ان شاء الله دكتور. يلا سنجي على جواب لزوم العقد، متى يكون العقد لازما؟ يلا جواب عنا شنو هو؟ قلنا إذا، أو قبل السؤال الأول، إذا تم العقد الرهن صحيحا مستقبلا للشروط، شنو الآثار اللي تترتب عليه؟ يلا شباب جواب، ارفعوا أيديكم. ها
يا شباب لما السكوت؟ السكوت علامة الرضا. نعم دكتور. يا الله يلا مهند. إيه إذا استكمل العقد شروطه فما هي الآثار المترتبة عليه؟ يلا بسم الله. دكتور هو لا يصح عقد الرهن في المسألة؟ لا لا احنا نقول العقد شبيه استكمل شروطه وأركانه. نعم. العقد شبيه راح يصير صحيح صح؟ نعم دكتور. نعم دكتور. إذا العقد شبيه راح يكون صحيح. انتبهوا علي. نعم. ما هي الآثار المترتبة على استكمال العقد بشروطه؟ أولا تتمثل بأن العقد صحيح وأن العين المرهونة بعد قبض المرتهن لها تكون وثيقة بالدين لمن؟ للمرتهن. وأن الراهن يدفع للمرتهن ما بذمته بحلول الأجل أو الوفاء حسب ما يتفق عليه. واضح؟ نعم دكتور واضح. يعني لما أقول لك أنه هسه أنا بعت لك سيارة شي ترتب على هذا البيع؟ أول شي ترتب شروط أكيد. شي ترتب عليه؟ يلا أمنية دكتور لازم يعني القبض والتسليم عافية. نعم. والعقد ونفاذ العقد شو نسميه؟ نعم. نفاذ العقد يعني هذا العقد نافذ يعني يكون صحيح. المشتري دكتور رحم الله وديكم لما أقول هو إذا ما مستقبل للشروط إذا العقد شبيه باطل يفسد. لا مو أسهل هيك نجاوب عنه نقول باطل. لا أكو به مسألة. نعم دكتور إذا كانت الشروط تخل غير متوافرة في الموضوع فالعقد صح مو دكتور؟ لا إذا الشروط تخل بالصحة يعني ممن هي ترتبط بالأركان فالعقد شبيه باطل. وإذا باطل كانت الشروط شروط لا تخل بصحة العقد وإنما شروط تخل بتمام العقد خلينا نسميه يعني نسميه شلون هسه راح أضرب لكم مثال. لما قلنا إنه في الفاتحة مثلا في سورة الفاتحة وقراءتها بالصلاة الجمهور نعم دكتور لا يصح الصلاة الذي الجمهور قالوا هذا شرط صحة شرط صحة علما للصلاة قراءة الفاتحة. الحنفية قالوا شرط تمام. شنو شرط تمام؟ يعني لمن لم يقرأ بالفاتحة فصلاته مو باطلة عند الحنفية وإنما ناقصة ناقصة لأنه إذا قرأ شيء من القرآن فصلاته صحيحة. واضح؟ فإذا فإذا كان مستكملا لشروطه لكن الشروط تكون على وجهين إما أن تكون شروط لازم تدخل بالصحة وتخل بأركان العقد أو شروط لا تخل بأركان العقد ولا صحته وإنما بتمام العقد. فهؤلاء قالوا بأنه ممكن أن نستغني عن هذا الشرط ويبقى العقد صحيحا إلى حين أن يعني يصحح الـ يعني الشخص هذه الشروط. زين السؤال الثاني متى يكون عقد الرهن لازما أو قويا يعني تتلبس به قوة العقد في أي موضع في أي موضع راح يكون يعني عقد الرهن قويا متى يكون دكتور يكون بعد قبض المرتهن. عافية نور ليش لأنه شنو هو بعد قبض المرتهن للعين المرهونة يكون العقد شبيه لازما للراهن أم لا؟ ولا يصح فسخه إلا بالموافقة. لأن أكثر الفقهاء قالوا بعد القبض يكون شبيه لازم. تمام صحيح؟ لا دكتور بعد القبض كان بعد القبض. دكتور دليله دكتور قول الله تعالى شنو هو فرهان
مقبول رهان مقبول. اي زبير شبيق تفضل. دكتور الفقهاء اتفقوا على ان العقد غير لازم بالنسبه للمرتهن قبل القبض وبعده، بس الراهن بس بعد القبض يلزم له العقد. اي نعم صحيح هذا ما اتفقوا عليه صح. زين بالنسبة إلى كيفية القبض أو قبلها يعني حقيقة احنا حتى نكمل ما يتعلق بقوة العقد للرهن، ذكرنا وفق الفقهاء على أن عقد الرهن غير لازم للمرتهن صحيح، سواء كان ذلك قبل القبض أم بعده. ليش؟ السبب لأن العقد تم لمصلحته، العقد شبيه تم لمصلحته هو ليش؟ يعني هو اللي دفع الفلوس للراهن تمام، والعين صارت يمه هو ووثيقة كانت يمه حتى يستوثق أنه يرد المال هو لا أكثر ولا أقل، فإذا تم العقد إلمه لمصلحة المرتهن لا لمصلحة الراهن. فإذا أراد فسخ الرهن الذي مصلحته الذي فيه مصلحته فله ذلك ولا يتوقف على رضا الراهن. هذا هو الكلام الصحيح، لكن احنا نقول انه بعد القبض لا يصح له بضرب على من ضرب على الراهن، ما يصير انت تنطي له فلوس وبعد وتقول له روح بعد سنه سنتين تجيب لي وراء يوم يومين تقول له تعال والله رجع لي اياها، بيها ضرر ولا ما بيها ضرر؟ بيها ضرر تمام. اذا لا يمكن، لا يمكن اذا بعد القبض لا يجوز. زين هنا صارت العقد شبيه صار بقوه اذا بعد القبض، لان الله تعالى قال فرهان مقبوضه والقبض صفه في الرهن ولا يتم يعني بدونه لانه كالشرط، ولان الرهن عقد تبرع فلا يلزم قبل القبض ولكنه ولأنه عقد إرفاق فيحتاج إلى إيش؟ شنو إرفاق؟ لأنه باب الرفق بأخيك يعني مسلم، يعني هو باب العقود تبرعات، لذلك يحتاج إلى القبض. لما يحطون القبض راح يصير قوة ملزمة علما لكلا الطرفين في عدم إيش؟ التلاعب فنقول بهذه العين. وبناء على هذا فإن القبض شرط للزوم العقد. زين المالكية والحنابلة، هذا طبعا قول الجمهور، لكن المالكية والحنابلة خالفوا وبعض الإمامية أن القبض ليس شرطا للزوم العقد، بل العقد شبيه صحيح يترتب على عليه يعني حكمه بالإيجاب والقبول، وعلى الراهن التزام تسليم العين المرهونة للمرتهن إلا إذا تعذر ذلك بسبب موت أو فلس، يعني واحد يفلس. والقبض فهو شرط تمام، إحنا خلوا عليها نقطة عندهم المالكية، إذن الفرق بين الجمهور والمالكية أن هناك أكو شرط صحة، القبض شو يعتبره من شروط صحة العقد، بينما المالكية والحنابلة وقول الإمامية يعتبروا شرط تمام. زين ودليلهم مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذن الوفاء بالعقد يوجب بالعقد، والعقد تراضي وإيجاب وقبول خلاص يقول لك. أما قوله تعالى فرهان المقبوضة فإنها رهن فإنها رهن قبل قبضها لما تدل عليه الآية تدل على عدم لزوم العقد قبل القبض، هذا خلاص هذا بالنسبة للقائلين بالرد عليهم يعني. زين هسه صار واضح قدامكم إن شاء الله؟ إن شاء الله دكتور. يعني هاي فيما يتعلق يعني هاي مسألة لزوم العقد عقد الرهن اللي شرحناها هنا، إنه إيش اتفقوا على إنه إيش هذه قال بأن العقد غير لازم، غير لازم بالنسبة للمرتهن تمام. ليش؟ لأن العقد عقد لمصلحته مصلحته
ولا يتوقف على رضا الراهن. وهنا أيضا قلنا شنو اتفق الفقهاء بأن يعني العقد لازم على الراهن وهكذا. على الراهن بعد القبض. قبل إذن بعد القبض. نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لأن الوقت يعني داخل وقتكم إن شاء الله أيضا بعد قليل تذكرون على المحاضرة الجاية. دكتور يا ريت كل محاضرة هيك نسوي. عيني. يا ريت كل محاضرة هيك نسوي شوية سهلة يصير. إن شاء الله تعالى. المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل.